كانت زيارة لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، فكان شفنا هذا المركز اللي هو مركز مهم جدا. فيه يعني ما بين هذا المركز والمراكز الأخرى كاين تقريبا واحد 640 طفل اللي كتكلف بهم الجمعية وكتوفر لهم، كيدخلوا الوليدات من السن ديال 4 سنين تقريبا، وكيكون تشخيص ديال الإعاقة ديالهم والمواكبة ديالهم أولا في التمدرس، وكيستافدوا من برنامج دعم يعني برنامج صندوق دعم التماسك الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وهذا كيمكنهم باش كيوفروا ورشات و اللي تمدرس الاطفال في وضعيه اعاقه. شفنا ايضا كاين الادماج الاجتماعي، الادماج عفوا يعني في سوق الشغل بالنسبه للعدد من المستفيدين من الخدمات ديال هذه الجمعيه. واللي نبغي نشير ليه هو ان الحكومه قامت بواحد المجهود كبير فيما يخص دعم الجمعيات العامله في مجال الاعاقه، هو في اطار تنزيل التوجيهات الساميه ديال صاحب الجلاله نصره الله، والاهميه الكبرى التي تعطيها الاشخاص في وضعيه اعاقه، والدستور المملكه اللي كينص ان على الدوله ان تعمل على توفير الخدمات الملائمه للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. فاذا في هذه المرجعيات اشتغلت وزاره التضامن الاجتماعي والاجتماعي والاسره، ونزلت واحد العدد من البرامج، منها البرنامج يعني كما قلنا ديال التمدرس اللي تم بفضل الدعم ديال البرنامج الحكومي ديال 500 مليون درهم هذه السنه، وحتى في 2023 غادي تكون 500 مليون درهم، اللي تحسنت بطريقه يعني نوعيه ظروف استقبال الاطفال في وضعيه اعاقه، لان المنحه او الا بغينا نقولوا التعريفه الشهريه بالنسبه للطفل دازت من 700 درهم ل 1200 درهم بالان افريج يعني في المعدل. فهذا خلى ان الظروف كما قلنا ديال التمدرس تحسن، وايضا في اطار الالتقائيه مع وزارات اخرى مثلا مع وزاره الصحه تنشغلوا على المراكز السوسيو الطبيه الاجتماعيه المرجعيه اللي غتكون فيها الخدمات بالنسبه للاشخاص في وضعيه اعاقه. وايضا فيما يخص هذه الجمعيه استفدت ايضا من الشراكه مع وزاره ما بين وزاره التضامن الاجتماعي والاجتماعي والاسره ووزاره الصناعه والتجاره وجمعيات العامله في اطار الاعاقه الذهنيه، باش كان الادماج ديال واحد 100 شخص في وضعيه اعاقه في يعني متاجر كبرى اللي هي معروفه، وكنشكروها لان اندمجت مشات معنا. هي كاين لا بيل في، كاين ايضا مرجان، كاين عدد من الشركات وشركات اخرى حتى هي جايه، لان احنا بصدد توقيع اتفاقيه جديده فيها 100 منصب شغل جديد للاشخاص في وضعيه اعاقه، وكاين طلب كثير. ولكن هذا ايضا من واجبنا كقطاع وكجمعيات كتشتغل على الاعاقه اننا نسهلوا الظروف ديال الادماج ديال هاد الاطفال. وحنا شفنا باللي كاين واحد المركز تابع للجمعيه اللي كيشتغل على الادماج ديال المواكبه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه قبل ما يدخلوا لهذا المنصب شغل، لان خصهم يكونوا مؤهلين. فاذا المنظومه برمتها هي منظومه اللي هذه السنه عرفت واحد التحسن مهم جدا. احنا عملنا مجهود باش نسرعوا اخراج يعني المنح، راه المنح اللي عنده الملف غادي نقولها باش ما تبقاش تعاود، اللي عنده الملف ديالو واجد راه خدا المنحه، اللي ما عندوش الملف ديالو واجد خصو يرسل الملف ديالو باش يقدر يستفد من المنحه، لان هذا مال عام ما يمكنش نعطيوه بلا ما يكون عندنا التقارير المطلوبه، بلا ما تكون عندنا يعني كاين تعاقد ما بين القطاع ما بين وزاره التضامن الاجتماعي والاجتماعي والاسره والتعاون الوطني والجمعيات بصفه عامه وديال الاعاقه حتى هما. فهاد التعاقد خصو يكون محترم، يعني الجمعيه كتعطي التقارير ديالها، الوزاره داك الساعه وزاره التعاون الوطني كيصرف المنحه. طبعا ملي كتكون توصلنا حنايا يعني الموارد الماليه الخاص اللي مخصصه لهاد البرامج. فبصفه عامه باش نختم، كاين تحسن كبير، ولكن ما خصناش نوقفوا في هذا الحد، لان هناك احتياجات كبيره. اولا خصنا نحاولوا نرصدوا ايضا الاشخاص الاخرين اللي ما كيتواصلوش مع الجمعيات، خصنا حتى هما نجيبوهم باش يستافدوا من هذه الخدمات. وخصنا ايضا ندخلوا المقاربه ديال الجوده مهمه جدا، يعني مزيان اننا نديروا خدمات اللي كدير الادماج، ولكن خصها تكون
يكون في واحد الظروف ديال الجوده، وخايك خص يكون ايضا تصنيف ديال الجمعيات باش الجمعيات اللي عندها خبره في المجال هي اللي غتشتغل في المجال. ولكن انا متفائله، فالمنظومه يعني كما قلت المكونات ديالها كاينه، وكنشتغلوا جميع، وان شاء الله يكون تحسن اكثر. زيارة مهمة، لأنه البداية ديال الانفراج في العلاقات بيننا وبين التعاون الوطني وبين الوزارة التنمية الاجتماعية. مفهوم جديد اللي جات بهذه الوزيرة، يعني أولا تحترمها كوزيرة كأم كاجتماعية بهذا الخصوص، أنه لاحظت فيها أنه السيدة اللي تبغى تحل المشاكل مع الجمعيات وتساعدهم. حنا من تيهضروا على الدعم، خدينا الدعم، ما أنا ما نطيحش قدام الوزيرة، أنا تنقول لكم هذا المنبر أن في حدود ديال 2022 باقي ما خديت والو. ماشي الملفات ديالنا ما تدفعش، كاين الملفات تدفعات، ولكن كاين تماك ما يمكن جوج الناس غادي يقابلوا الملفات ديال الجمعيه ديال المغرب كامل. ولكن تنتمنى، وانا الوزيره خدات واحد الفكره دابا على الجمعيه، لانه الجمعيه في المستوى ماشي مستوى هائل. حنا كذلك اليوم قربنا عندنا شي شويه باش تعرف الجمعيه، وانا عندي اليقين ان الامور غتمشي باحسن بكثير ان شاء الله، رغم ان الدعم انا تقولها لكم سجلوا هنا، الدعم ديال 2020 باقي باخذين فيه حتى ريال. اذا ولكن ما نقدرش نتواجهوا معها، خدينا وما خديناش، هذا ماشي وقت، حنا وقت تندفعوا الملفات، ولا كان شي مشكله حنا نراسلوها وتنتصلوا بها. نظرا لليوم خدات صوره، خدات اليوم صوره على هذه المؤسسه، وقالت لي بكل صدق انا هذه الجمعيه في المستوى. تنتمناو ان شاء الله في الزيارات المقبله يطلعوا المراكز ديال البنات ديال الفتيات، وطلع المركز لاكبر مركز في افريقيا هو ديال ضرب وعزه.